اهلا، انا داليا. النهارده جايبه منتج جميل جدا ونفسي اقول لكم عليه لانه عجبني جدا وسهل حاجات كتير عليا. بس قبل ما نبدا، يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا نبدا. اول حاجه جبتها وعجبتني جدا واستفدت منها جدا كانت المكنسه دي. المكنسه دي فادتني في حاجات كتير. انا اشتريت 2. اول حاجه هركب الحجاره وهعمل كده خلاص وكده اهي، وبقت معايا مكنسة بسرعة بتلم اي وساخة اي وساخة وفي اي مكان هاخدها معايا. حبيتها قوي عشان كده. اول حاجة هجيب شوية رز نفتحها. دي اول مكنسة اشتريتها. دي اول مكنسة اشتريتها. بصوا اهي، احلى حاجه في المكنسه انك انت تقدري لو عندك حاجات مش نظيفه وانت في العربيه ممكن تاخديها فتحطيها في الشنطه لانها بالحجاره. دي ميزه حلوه قوي فيها وعجبتني عشان كده. خدها في اي مكان، استخدمها بالبطاريه تلم اي وساخه. حلوة قوي، والأداة بتاعتها ديت بتاعت الشفط حلوة قوي للأماكن الضيقة بتجيبيها بيها وهي بالحجارة، وتقدري تغيري الحجارة وتشيليها تاني. فحبيت الميزة دي. أما عشان ما كنتش حابة كل شوية أستهلك حجارة، لما لقيت في واحدة بتتشحن أنا جبتها. دي لقيتها بتتشحن فقلت أنا هجيبها عشان وفر عليا أني كل شوية أغير البطارية. وأحلى حاجة أن هي محمولة تقدري تاخديها معاكي في أي مكان. تعالوا أجرب معاكم دي. شوية رز. انا فكرت اصعب حاجه. على فكره هي من القوه بتاعتها الرز الطحن باطراب. المكنسه دي ما كانتش معاها غير الاداه بتاعتها والشحن، اما دي كان معاها الاثنين دول. وانت بتحطي البطاريات وبتشغليها، وعلى فكره دي بتاعتها بس انا بستخدمها دايما هنا، وبتشيلي برضو نفس النتيجه بالذات لو في زوايا، بالذات في بتاع في العربيه اللي هو بتحطوا فيه الكوبايات ساعات بيكون في حاجات مش نظيفه فبجيبها بالاداه دي. شويه رز. كنت اتمنى يكونوا جايبين لنا واحده زي دي، بس دي بتاعتها، بس ساعات احطها في دي واشتغل بيها عادي. انا جبت لها اصعب حاجه عشان اوريها لكم، بس هي كانت بتلم تراب بسهوله وبصراحه انا حباها جدا. بصوا بقى بالنسبه للمقارنه هقارن بسرعه الاثنين حلوين في ايه، اقول لكم دي ميزاتها ايه ودي ميزاتها ايه. اول حاجه دي قويه وبتتشحن والكواليتي بتاعها احلى واغلى، اما دي مش جايه معاها شحن، هي بالبطاريه بس الميزه ان هي جايه معاها الاداه دي فبتلم بسرعه، ودي بتخلي فيها ميزه ان هي لو دي مش مشحونه انا اقدر اشتغل بدي في اي وقت فورا. الاثنين حلوين وبصراحه الاثنين عمليين جدا، حابه الاثنين لان واحده فيها ميزه والتانيه فيها ميزه والاثنين بيكملوا بعض. ويا رب تكونوا استفدتوا وطلعتوا ولو حتى بمعلومه صغيره، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه.